بعد نقاشات معمقة وشاملة للعلاقات المتصاعدة التعقيد مع إيران، أكد وزراء خارجية دول الاتحاد دعمهم لتطلعات الشعب الإيراني المشروعة نحو الحرية. الوزراء صادقوا على حزمتين من العقوبات الإضافية بشأن تزويد طهران روسيا بالمسيرات وحملة البطش ضد المتظاهرين. في حزمة العقوبات الجديدة ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، نستهدف المسؤولين حول حملة القمع الممنهج ضد المتظاهرين، وتشمل القائمة الإضافية 21 اسما، وذلك في نطاق دعم الاتحاد للشعب الإيراني. الوزراء الأوروبيون يحذرون إيران بشدة من عواقب أي دعم عسكري إضافي تقدمه إلى روسيا، خاصة الصواريخ البالستية قصيرة الأمد. بصفة موازية لعقوبات انتهاكات حقوق الإنسان، نتخذ عقوبات إضافية ضد الذين يزودون روسيا بمسيرات تستخدمها في قصف أوكرانيا وارتكاب جرائم الحرب هذه. المباحثات الأوروبية شملت أيضاً مأزق الاتفاق النووي، حيث ابتعدت إيران عن مقتضيات البرنامج النووي ولم تتخذ القرارات المناسبة للتوصل إلى إحياء الاتفاق. على رغم التوتر والعنف والعقوبات التي تصدر اليوم، أعتقد بوجود الرغبة من جانبنا للخروج من المأزق، لأن إحياء الاتفاق النووي مفيد بالنسبة للجانب الإيراني وكذلك للعالم بأسره، حيث هناك حاجة للشفافية في المستقبل، وأن إيران لا تزعى للحصول على التزود النووي. الاتحاد الأوروبي عازم على ألا تتزود إيران أبداً بالسلاح النووي، ويدعو الدول كافة إلى تنفيذ القرار الدولي 2231 لعام 2015، وفي ذلك رسالة مباشرة إلى طهران. البيان الأوروبي ورد في 6 صفحات ونصف الصفحة، ومن الرسائل التي تضمنها دعوة الاتحاد الأوروبي إيران إلى التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية في العنف المتواصل في الداخل الإيراني، وتحذير الاتحاد الأوروبي إيران من عواقب تزويدها روسيا بالصواريخ البالستية إن هي فعلت أو ستفعل. ويفهم من سياق البيان الأوروبي ككل نضج الموقف الأوروبي واحتمال توجهه إلى مجلس الأمن إذا استحال التفاهم مع إيران. نور الدين الفريد، الحدث، بروكسل.